الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى إدماج تعلمات في ميدان المادة وتحولاتها بالنسبة لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، واخترنا هذه الوضعية التي هي تتمثل في التمرين رقم 19 من كتاب التلميذ في المادة وتحولاتها. إذا قلنا التمرين 19 هو من الصفحة 36 من كتاب التلميذ، نصه كالآتي: إن الكحولات مركبات عضوية أكسجينية تعامل مع الإنسان منذ القدم لأغراض عديدة ومختلفة. نذكر مركبين مشهورين من هذه العائلة هما الميثانول والإيثانول، حيث الميثانول كحول معروف في السابق باسم روح الخشب، يستعمل بكثرة في الصناعة كمذيب. الإيثانول كحول مستعمل لعدة أغراض، فهو يدخل في صناعة العطور وفي الأدوية مثلا، لكن أصبح يستعمل كوقود بديل للبنزين في بعض الدول. واحد: إليك النموذجين الجزيئيين لهذين الكحولين ممثلين في الفضاء. إذا لنا نموذجين، النموذج الأول والنموذج الثاني. ألف: تعرف على جزيء كل كحول، علما أن جزيء الميثانول مكون من ذرة واحدة من الكربون، وأن جزيء الإيثانول مكون من ذرتي كربون. ب: أعطي نوع وعدد الذرات الأخرى المكونة لكل جزيء. جيم: قارن بين هذين الجزيئين محددا نوع الاختلاف ونوع التشابه بينهما. فقرة ثانية: احتراق الكحول في ثنائي أكسجين الهواء احتراقا تاما ينتج بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. ألف: فسر باستعمال النماذج الجزيئية كل من احتراق الميثانول واحتراق الإيثانول في ثنائي أكسجين الهواء. ب: برأيك وباعتماد التفسير المجهري لهذين الاحتراقين، هل هذان الكحولان ينتجان العدد نفسه لجزيئات الماء وجزيئات ثنائي أكسيد الكربون؟ إذا نمر مع تحليل هذه الوضعية. فأخذنا هذا الجدول الذي سنجري فيه المقارنة بين الكحولين. في العمود الأول اسم الجزيء، ثم مجسمه، مجسم الجزيء أي النموذج الجزيء له، وصيغته الكيميائية، أنواع ذراته، عدد ذرات كل نوع، ومجموع ذراته. ثم في العمود الثاني وضعنا الكحول الأول وهو الميثانول، نرى ما هو مجسمه. ما دام قال أنه يتكون من ذرة كربون فهذا هو مجسمه. صيغته الكيميائية كما نلاحظ CH3OH. أنواع ذراته، لدينا ثلاث أنواع: ذرة الكربون وذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين. عددها: الكربون واحد والهيدروجين أربعة والأكسجين واحد. مجموع الذرات هو 6. نمر إلى الكحول الثاني وهو الإيثانول، مجسمه هو هذا، يتكون من ذرتي كربون وست ذرات هيدروجين وذرة أكسجين. إذا صيغته الكيميائية C2H5OH. أنواع ذراته، نفس الأنواع: كربون هيدروجين أكسجين، وهذا وجه التشابه. إذن فالكربون الميثانول والإيثانول يتشابهان في نوع الذرات، وتلاحظ بأنهما يختلفان في العدد. الأول فيه ذرة كربون واحدة، الثاني فيه ذرتين. الأول فيه 4 ذرات هيدروجين، الثاني فيه 6 ذرات هيدروجين، ونفس العدد من الأكسجين لكل منهما. مجموع ذرات الأول 6، مجموع ذرات الثاني 9 ذرات. إذن لنرى الاحتراق التام للإيثانول. إذن كذلك أخذنا هذا الجدول. الجملة الكيميائية قبل التحول مما تتكون، وبعد التحول مما تتكون. إذن الأنواع الكيميائية قبل التحول هي الميثانول وغاز الأكسجين، بعد التحول سيكون ثنائي أكسيد الكربون والماء. الصيغة الكيميائية لهذه المواد يعني أفرادها C2H5OH،
ثنائي الاكسجين او 2، ثنائي اكسيد الكربون سي او 2، والماء اش 2 او. الصيغه الكيميائيه قبل التحول وبعد التحول، معذره، النموذج الجزيئي لهذه الافراد، اذا لدينا جزيء من الايثانول يحتاج الى 3 جزيئات من ثنائي الاكسجين لينتج لنا جزيئين من ثنائي اكسيد الكربون و3 جزيئات من الماء. اذا جزيء واحد من الايثانول يحتاج 3 جزيئات من الاكسجين ليعطي لنا جزيئين من ثنائي اكسيد الكربون و3 جزيئات من الماء. اذا هنا كتبنا العدد، عدد الجزيئات، لدينا جزيء واحد من الايثانول، 3 جزيئات من الاكسجين، يعطي لنا جزيئين من ثنائي اكسيد الكربون و3 جزيئات من الماء. نمر الى الاحتراق التام للميثانول بنفس الطريقه. الجمله الكيميائيه قبل التحول مما مكونه وبعد التحول مما مكونه. اذا الانواع الكيميائيه كذلك، لدينا الميثانول وثنائي الاكسجين يعطي لنا ثنائي اكسيد الكربون وبخار الماء. الافراد، الصيغ الكيميائيه للافراد، لدينا CH3OH وهي صيغة الميثانول، ثنائي الأكسجين O2، ثنائي أكسيد الكربون CO2، والماء H2O. نلاحظ الآن التحول بالنماذج الجزيئية، فهنا جزيئان من الميثانول يحتاجان إلى 3 جزيئات من الأكسجين ليعطيان جزيئان من ثنائي أكسيد الكربون و4 جزيئات من الماء. وهنا تجري المقارنة، رأينا في الإيثانول جزيء واحد من الإيثانول يحتاج 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون من ثنائي الأكسجين ليعطي جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون و3 جزيئات من الماء. هنا الميثانول جزيئان منه يحتاجان إلى 3 جزيئات من الأكسجين ليعطيان لنا جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون و4 جزيئات من الماء. إذن العدد الآن هنا، عدد الجزيئات كما تلاحظ، جزيئين من الإيثانول، الميثانول معذرة، جزيئين من الميثانول يتطلبان 3 جزيئات من الأكسجين ليعطيان لنا 2 جزيئات من أكسيد الكربون و4 جزيئات من الماء. إذن ولك أن تقارن الشبه والاختلاف من خلال الجدولين والاحتراقين والنموذجين. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.